والقوافل التضامنية تتوافد على ولاية سقهراس محملة بمختلف المساعدات الغذائية والطبية بالعمل التطوعي لتصنع بذلك أجمل صور التلاحم والتكافل بين أفراد المجتمع. المراسلة لابتسام جاوي. أكبر قافلة تضامنية وصلت من تيزي وزو إلى سقهراس على 11 ليلاً. عربات مقطورة كبيرة محملة بكل المستلزمات جمعها سكان تيزي وزو بكل الشرائح ليرسلوها إلى سكان سقهراس المتضررين من الحرائق. نشكر كل الذين ساعدونا على إقامة هذه الهبة تضامنية، جاءوا من كل ناحية ما بخلوش علينا، وإن شاء الله نوصل الرسالة بأن رانا شعب واحد. وتحية الجزائر. شفنا الناس يجيوا ولو بكرتونه واحده يقول كان جيت نتصدق، بالك واحد انسان بالك عنده غير كيس باش يشري كرتونه هذيك، شراها جا عندنا ديالنا ديوها لسكان سقهراس. القافله ضمت ايضا سيارات اسعاف وادويه ومعدات طبيه وطواقم طبيه وشبه طبيه جاءت مؤازره لسكان سقهراس. ها نحن اليوم في سقهراس للتضامن مع اخواننا في هذه الكارثة اللي صابتهم. الشيء اللي درناه اليوم واجب علينا. برج بارريج وتبسة لم تتأخر عن ركب التعاضد والتكافل، وقد أرسل سكانهما ما استطاعوا جمعه لإخوانهم بسقهراس. كل مواطن مدينة الونزة من الفقير العامل اليومي إلى الغني كل ساهموا وحاولوا أنهم قدموا قافلة أولى لبلدية الزعرورية ولاية سقهراس، واليوم كذلك قافلة ثانية إلى ولاية سقهراس. كل الشعب الآن راهو متضامن مع خيوتنا في سقهراس، وهذه هي السمة الكبيرة في كل الشعب الجزائري. ساعات رب ضارة نافعة، عندما يلتقي واحد من الشرق وواحد من الوسط وواحد من الغرب، يعني أنا من الغرب، يعني هنا الجزائر تلتقي. هكذا هي تربة الجزائر، مهد للكرم والكرماء، وهكذا هو شعبها تقام له تماثيل العز والشهامة والإباء.